اجعل من ليالي العشر عبد الله وأنت أمة الله، اجعلوا منها ليالي يصدق عليكم أنكم لم تعيشوا مثلها في العام، وأنكم لم تبذلوا طيلة العام بذلا يقارب ذلك البذل. كان بعض السلف إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا لا يكاد يقدر عليه. هذا هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاصيل هذا الاجتهاد الذي لم يكن يوجد في غيره أوجزته عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين في جمل ثلاثة. قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد المئزر إما بمعنى ترك الجماع والابتعاد عن النساء للتفرغ للعبادة والصلاة والقرآن والقيام، وإما بمعنى الاجتهاد، فيقال شد المئزر كناية عن شدة العزيمة والاجتهاد في الأمر والعمل. والخصلة الثانية أحيا ليلة، إحياء الليل يعني قيامه كله بلا نوم يتخلله، خلاف هديه عليه الصلاة والسلام سائر العام، فإنه ينام ويرقد. ولما جاء بعض الصحابة وقال: أما أنا فأقوم ولا أرقد، رفض عليه الصلاة والسلام وأبى. قال: أما أنا فأقوم وأرقد، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكنه هنا في العشر الأواخر يحيي الليل، فدل ذلك على شأن عظيم وأمر جليل يتعلق بهذه الليالي، حقها ألا يضع فيها الإنسان منا جنبه على الفراش، حقها ألا تذهب فيها دقائق في غفوة أو منام. فكيف بغيرها من الأمور إذا كان النوم حاجة البدن، وكان إغماض العينين أمرا يعني بالرغم عن الإنسان، فكيف بغيرها من المباحات؟ فكيف بصرف الأوقات في الجلوس والأقاويل والزيارات واللقاءات؟ فكيف بالقضاء هذه الليالي وساعاتها الشريفة جولانا في الأسواق وبحثا عن قضاء الحاجات؟ لسنا نحرم حلالا ولا نمنع مباحا، لكننا نلفت النظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه شأن المسلم عناية وإقبالا وعظيم همة تقديرا لقدر هذه الليالي.